خليني اروح لواحد بقى من نجومنا الكبار هي والجمال جدا جدا، يعني بعتز بيهم، كابتننا الجميل والكبير كابتن اسامه عرابي نجم النادي الاهلي السابق. تحياتي ليك كابتن اسامه. اهلا وسهلا بيك يا فاروق، وحشت كتير. واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. ازيك يا كابتن، اخبارك ايه حبيبي؟ الله يخليك. طيب الحمد لله. في البدايه يعني هكلمك على جزئين خاص بالنادي الاهلي. طبعا الجهاز الفني وعنصر جديد بينضم للجهاز الفني، وهو طبعا بناء على طلب كولر، يعني هو ارجنتيني كان مساعد ليه في وقت من الاوقات. عنصر جديد يا كابتن، هل كان يعني من وجهه نظرك كان مدرب؟ انا ما عرفتش المعلومه دي. هو ايه مدرب؟ ايه يوم الاربعاء هيجي؟ لا هو مدرب مساعد ليه، هو الراجل بيثق فيه، مدرب فني يعني. مدرب فني هيكون كان شغال معاه في بازل في وقت من الاوقات يا كابتن، وبالتالي بينضم للجهاز الفني للنادي الاهلي. الراجل هيوصل يوم الاربعاء. هل كان النادي الاهلي محتاج زياده في العناصر الخاصه بالجهاز الفني يا كابتن من وجهه نظرك؟ اصل دي يا فاروق وجهه نظر المدير الفني. طالما المدير الفني اتكلم مع الناس ويبقى هو شايف ان هو محتاجه. فانت دلوقتي طالما انت اديت مسؤوليه للراجل، والسنه اللي فاتت كان شغال ونجح، هو خلاص هو ادرى، والناس المفروض بتسهل له مهمه شغله يعني. طالما هي في امكانيات وظروف النادي يعني في النهايه خلاص هي وجهه نظر الراجل المسؤول عن الفريق. يعني يا ربنا يوفقهم وان شاء الله نعمل موسم يكون انجح من اللي فات حتى او زيه يعني. هل كده بيبقى في تقليص لبعض العناصر جوه الجهاز؟ تقليص المهام بتاعتها؟ تقليص المهام بتاعتها يعني كابتن؟ لا 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 لا، ما لهاش معنى يعني، ما لهاش مش سببها يكون كده عشان اقلص، الا بقى في حاجه تتعرف بالشغل لما يحصل. لكن انت عارف الاجهزه الفنيه دلوقتي بيبقى في عدد مساعدين كتير، وهي مهاره وخبره المدير الفني ازاي يشغل كل الناس ويستفاد منهم. يعني عادي جدا انه ممكن يكون في الجهاز اكتر من عنصر فني. طبعا بيبقى حد خاص بحراس المرمى، واحنا في مصر هنا متعودين على انه مدرب عام ومدرب مساعد، لكن احيانا كمان بيبقوا اكتر من كده يعني. صحيح. بيبقوا ثلاثة واربعة وخمسة وفي اكتر من كده يعني. فهي الفكرة مدى استفادة الفريق من العنصر اللي بقى موجود، وازاي المدير الفني يقدر يدير العناصر كلها وبحيث ان محدش دوره يتقلص يعني، او محدش يزعل او محدش يتضايق يعني، او ياخد منهم احسن حاجه من كل واحد فيهم يعني. طيب هسالك على نقطه مهمه، وده بتسال فيه اكيد يا كابتن، انت كمان بتسال فيه المهاجم الاجنبي حتى الان، المهاجم الافريقي اللي بيبحث عليه النادي الاهلي، هل وصل ما وصلش؟ وهل لو النادي الاهلي ما لقاش غايته في مهاجم قوي، البديل بعد خروج محمد شريف الى لا، ما هي دي بقى اكتر نقطه مهمه وملحه بالنسبه للنادي الاهلي. لانه معنى ان انا استغنيت، او يعني مش استغنيت، اديت فرصه ان محمد شريف يمشي، يعني احنا في وجود محمد شريف وكهربا كنا بنقول محتاجين واحد كمان، على اساس النادي الاهلي بيلعب في بطولات كتيره متنوعه، عدد ماتشات كبير، ماتشات بتبقى مضغوطه كتير، بتحتاج عناصر في كل خط اكتر من عنصر يعني. فطبعا كان الوجود المهاجم ملح جدا في وجود كهربا وشريف. فدلوقتي الموضوع زاد اهميه بعد طبعا خروج شريف، اللي بتمنى له التوفيق، لانه شريف من العناصر الهدافين اللي يعني ترتيبه كويس بالنسبه لهدافين النادي الاهلي في تاريخه، ومشي وهو هداف الفريق يعني. رغم انه في فترات بعض الناس كانت بتلوم عليه او كده، لكنه في النهايه لما تيجي تحسب اهدافه في مدار السنوات اللي لعبها، لا جاب عدد اهداف كويس ومشي وهو هداف الفريق. فطبعا مفيش صلاح محسن. صلاح محسن يا كابتن، ما هو صلاح محسن رجع على فكره، هل ده ممكن ربنا برضه يوفقه؟ طبعا نتمنى ان صلاح محسن عودته تكون افضل من اللي هو عمله
في فتره وجوده الاولانيه في النادي الاهلي، لازم تاثيره يبقى اكبر بكتير من اللي ادى بيه قبل ما يمشي من النادي الاهلي. فهي فرصه لي، هو اصلا امكانياته كويسه، فنتمنى انه يقدر يستغل هذه الامكانيات ويبقى عنصر فعال في النادي الاهلي. ولكن انا برضو شايف انه طبعا وجود المهاجم الاساسي يعني الصريح مهم جدا برضو، حتى في وجود كهربا وصلاح محسن يعني. هل ممكن لو ما فيش مهاجم اجنبي كابتن، هل في الدوري المصري في حد ممكن يكون ملفت للنظر يقدر النادي الاهلي يستفاد منه من وجهه نظر كابتن اسامه؟ والله انا مش شايف حد يعني في ناس كويسه، ما اقدرش اقول وحشه، بس مش انت بتتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي المهاجم اللي يجي له يعني يكون هداف، عنده ثقه بنفسه، عنده شخصيه، بيعرف يلعب تحت ضغط، يعني في حاجات كثيره تبقى في المهاجم اللي يجي للنادي الاهلي. فانا بامانه يعني مش شايف حد واضح، انا بتكلم كمصريين يعني، مش شايف حد واضح قوي ان هو، لكن في عناصر جيده يعني الى حد ما. دي حاجه محزنه على فكره يا كابتن اللي انت بتقوله اللي ده حاجه محزنه اللي انت بتقوله ده على فكره. يعني حاجه تزعل، مش حاجه طبعا. انت بقالك كام سنه يا فاروق بتدور على مهاجم لمنتخب مصر في السنين الاخيره؟ هو مصطفى محمد فتره يعني ما كنتش تقدر تقول على طول ان هو يعني لسه كان لسه صاعد، ولسه ما كانش لسه اتوثق بمعنى زي ما بنقول. وكان محمد شريف، قول لي كده تاني مين موجود يقدر يعني يلعب راس حربة للمنتخب المصري يعني. صحيح. فهي يعني في عناصر معقولة، ولكن يعني على مستوى النادي الأهلي حتى الآن انا مش شايف يعني عنصر واضح يعني. طيب.